السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال، كديري مع الصحة بخير. اليوم جيت خفيفة ظريفة على قلوبكم، بغيت ندير واحد الشليضة، شليضة خفيفة مغربية، وقلت نشارك معكم. علاش لا؟ ما بقيتش حطيت لكم شي حاجة، قلت نشارك معكم هاد الشليضة. هاد الشليضة فيها البصلة النقلة، وفيها واحد حار، ولا ما كانش عندكم الحار ديروا الفلفله الحلوه، وفيها المطيشه على حسب الافراد، وواحد البصله حمراء، وفيها واحد التفاحه والحاول الليمون الحامض على حسب التفاح باش ما يديرش لينا. الطريقه سهله، مهله سهله. هنقطعوا البصله ديالنا هي الاولى، غادي نقطع كلشي، داكشي اللي عندي، هاد المطيشه هي غنقطعها، كلشي غنقطعو صغيورين صغيورين هكا، وهاد الفلفله تاهي نحيد ليها الزريعه تاهي وغنقطعها صغيوره، وهذا غنقطعو في واحد الطبسيل وغندير فيه الحامض هو الاول عاد باش ان شاء الله باش ما يكحالش لينا. صافي انا غنكمل التقطيع، غادي نقطع كاع هاد الخضره اللي عندي، هاد المطيشه وهاد البصله وهاد الشيء. نجيب واحد السفيره صغيره هكا وندير فيها، ولا ما كانتش عندكم هاد البور وهاد البصله هادي صافي تستغناو عليها، ديروا على البصله الحمراء راه كتجي زوينه بالبصله الحمراء. صافي انا غنستمر هكا، نقطع هاد البصله اللي عندي ونقطع كل شيء ونرجع معاكم ان شاء الله.
صافي هنا من بعد ما قطعت كل شيء داكشي اللي عندي، واش نخلط الحامض مع نخلط هذا مع فيه الحامض غادي غيرخي ليا مطيشه، وانا ما باغاش نخلط كل شيء. غادي نهز واحد القدر، ثم الا بغيتوا غتخلطوها كامله لكش غتحطوا العشاء بالزربه. غنهز واحد القدر هكا، وناخذ شويه من التفاح هكا، صدقوني السلطه كتجي زوينه. غادي ما غنخلطهاش انا دابا، غنخلط على القدر اللي بغيت هكا، شويه ديال الابزار، شويه تاع الزيت هكا، زيت الزيتون. وغندير شويه ديال الملح هكا على حساب سميتو. صافي، وهاد الصلصه اختياريه، غندير واحد شويه باش نتوما ديروا المايونيز الا ما كانتش عندكم. صافي، وغادي نخلط هاد الصلايده هادي، الشلاضه اللي عندي، عرفتوا كتجي زوينه بداك المذاق التفاح وداك الحامض، كتجي واعره ما تقنعوش منها، غير جربوها. ولكن تتبغي عاد تخلطوها يعني تاكلوها. الشلايده ديالنا كتجي هكا، كنتمنى تجربوها، ولا عجبتكم ما تنساوش تشاركوا معايا وتفعلوا الجرس، وكنتمنى تكون خفيفه على قلبكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.